بكم، شكرا على اختياركم القناة الوطنية الأولى، مرحبا في هدرة أخرى، إن شاء الله تقضيوا معنا سهرية ممتعة كيما مستنسين، تعملوا جو معنا، نحب نرحب بالجمهور اللي حاضر معنا الليلة. ماجد والمجموعة اللي معاه، تحية ليهم، جميلة الشيحي، حاتم بالحاج، مهدي ارتويل. اهلا وسهلا ومرحبا، تنجموا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك هدرة أخرى. شنو أحوالكم؟ صافا لاباس. شنو أحوالك جميلة حاتم؟ مهدي؟ الحمد لله ياسر. حاتم كيفاش تعديت لك الجمعة اللي فاتت؟ صافا تعديت جمعة عادية، كلها عمل كالعادة، خدمة. اليوم صار لك شوي قلق قبيلة شوي قلق عجلة تفلقت خاطر الحفر أنا نقمرهم الحفر أنا نقول مادام عاملينهم لازمنا نتعديو عليهم في الكيس دوك بنية تحتية نتاعنا راه فرحت بيا بالكدي صفا لاباس المهم هاك خلط الحمد لله مهدي هذاك علاش اليوم باش نحكي على الانتخابات البلدية على عجلة حاتم وعجلة كل نقف في الكيس والحفر دونك عملت غنية موضوع جا في وقته معناها باش نحكي على لبيب شوية من بعد باهي وأنت جميل أنا باش بالحق حبيت نحكي على العجلة نتاع المشاعر عند التوانسة كيفاش مش مفلوقة كها ومعناها بالرسمي قداش من مرة نقول لروحي ما عادش باش نتصدم ولا تصاور اللي شفتهم نتاع الراجل اللي عمره 53 سنة ومخرجينه من كهف في مدنين معناها من صدمة صدمة رانا 2018 راجل أكثر من 15 سنة ولا 20 سنة وهو عايش وحده في كهف يوزن أكثر من 15 كيلو هكاكا تشوف التصاور كيفاش مخرجينه نقول وين الناس اللي عايشين غاديكا علاش بلادنا وليت بعبادها بحشيشها وريشها ما عادش لا شفقة لا رحمة نقطة استفهام كبيرة صحيح باهي اليوم الحصة نتاعنا فيها يمكن جيل اللي ما عادش ياسر حاضر برشا في وسائل الاعلام يعني اللي تعودنا بيه شنو اللي قدموه والماده اللي قدموا فيها غابت شويه رغم اللي هما مازالوا حاضرين ويقدموا فيها اما بعيده على البوز اللي نشوفوا فيه ديما والحكايات اللي تخش بلاتوات وطريقه جديده في اختيار المواضيع والماده اللي تتقدم وكل وزيد الضيف هذايا عنده علاقة أكيد بإحياء ذكرى الراحل صالح جغام اللي كانت أسبوعين نهار 22 تحديداً في ذري حبيت يكون حاضر بحذينا الإعلامي حبيب جغام يعيش الفن تحيا الثقافة الثقافة وشم لا يمحوه الزمان مع الفن والثقافة إعداد وتقديم لحبيب جغام حبيب جغام قصة عاشق للإذاعة تميز على امتداد مسيرته بتقديم برامج دسمة تحمل مادة ثقافية وفنية سعى ديما باش تكون مختلفة على السائد المجموعات وهذه الفرق ذهبت لا أقول اندثرت وإنما يعني العقد انفرط لست أدري يعني أكيد فما أسباب عديدة ربما لأنه الناس هذوما أو المجموعات هذه ما كانش عندهم مشروع موسيقي يحبوا يوصلوه سي زبير تحس أنت كفنان أنك كما السياسيين والرجال التاريخ اللي والأدب اللي يتخلدوا في التاريخ من خلال أعمال تبقى ظاهرة في الحياة وفي المجتمع كما التمثال اللي عملته في وسط العاصمة لابن خلدون اللي يطلع على تاريخ المسرح وعلى ريبرتوار الفرقة يشوف يعني مدى قيمة هذه الأعمال أعمال عندها صيت عالمي كتاب عالميين كبار وكتاب أيضا توانسة عندهم قدرة على الكتابة بالإضافة إلى اجتهادكم يعني نعتبر أنه فرقة مدينة تونس يعني اجتهدت في التلفزة حافظ على نفس مبادئه في العمل وأسلوبه حرصه على استضافة أبرز الأسماء في المجال الثقافي والفني فكان تجربته في حوار تنقصه المجاملة بعض المسيرين اللي جاوا بعد علي بن عياد ما كانوش متمكنين عندي إحساس أنه المصريين الفنانين والجمهور أيضا كاينهم عندهم اكتفاء ذاتي عنا عبد الحليمنا وعنا فريدنا وأم كلثومنا وعنا حسين فهمي ونور الشريف ويكفي يزي فيه البركة لا صح وهذا صح عجب لا هو مش إحساس هو ده كلام سليم اليوم
وبعد مجهود مازال متواصل في المحافظة على مستوى الراقي، كان اختيار منذ البداية خليه يكون بعيد على موجة الرديئة، قريب من كل الثقافات باستثناء ثقافة البوز. هو ساعات ملومش على يعني برامج أخرى أو إذاعات أخرى لأن ما عندهش اطلاع وما تعرفش الناس هذوما، فهمت؟ شكون يعرفهم؟ إيه هو زاد ما بعاد على الساحة زاد. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مرحبا بك انت ايضا وبالاصدقاء وبالجمهور الشباب. انت ما زلت حاضر في الاذاعه الوطنيه كل ليله خميس، عندك برنامج وما زلت محافظ على نفس يعني المستوى اللي استنسنا بك تقدمه، رغم اللي فما الصعوبة يمكن توا. لأني مانيش مطالب باش نبدل اختياراتي. صحيح الجماهير أو المستمعين والمتفرجين والأجيال تتعاقب وتكون ذائقة أخرى وفن آخر ورغبات أخرى، هذا من حقهم، من حق الشباب والجمهور أن يسمع الموسيقى اللي يحس بها ويقرأ الكتاب اللي ربما يراه ملائم لتفكيره، ولكن مطلوب منا إحنا في الإذاعة أو في التلفزة أو في وسائل الإعلام أنه نقوم بدورنا كما يجب، انطلاقا من تفاعلنا أولا مع المجتمع، ثم الأداء يلزم قبل كل شيء يكون أساسه الصدق، لأنه فما برشا ناس يكذبوا الحقيقة، يعني اللي يغنيوا يكذبوا، فما مطربين يكذبوا، حتى اللي يعملوا في الراب برشا منهم يكذبوا، اللي يعملوا في المسرح اللي يقدموا في برامج متنوعة. معناها يكذبوا سي الحبيب؟ كيفاش؟ معناها يكذبوا فيش؟ يكذبوا يعني ما يتكلمش بصدق كما يجب، وما يترجمش على مشاعره هو الحقيقية الدفينة، وإنما الهدف متاعه أنه يلبي رغبات الناس والجمهور ويقدم لهم اللي يحبوهما، في حين أنا مطالب باش نقدم الشيء اللي راه مقتنع به، أنا مقتنع به وراه صالح للمستمع. به احنا اليوم معنا فنان اللي هو كان من الاوائل اللي مزج الموسيقى التونسيه بموسيقات اخرى عالميه، عنده طابعه الخاص، عنده برشا جديد باش يحكي لنا عليه. تحيه كبيره للفنان احمد الماجري. احمد الماجري عاشق للفن، تميز بتقديم موسيقى تمزج بين البلوز والريجي والجاز مع اضافه المقامات العربيه والافريقيه. مثل تونس في عديد التظاهرات الدولية وعرف باللون التونسي برؤية متطورة فيها بحث وتجديد وابتكار. خمسة اللي لحقوا في الجرة ومن كلموتي راجية لحكموا للعركة المرة المشهور الدغباجي. نو نو ومان نو براه يا حلالي ويطل عليا وبابا الجيلاني عشتي بطاك عليا. حاول في كل أعماله الفنية باش يرسخ الحب والقيم الإنسانية وعشق الوطن. أحمد الماجري يقول اللي يركحه المفضل الشارع، عنده مع علاقة وجدانية خاصة وما يحبش الفضاءات المغلقة. أحمد يحضر لمشاريع فنية باش يقدمها قريبا لجمهوره، هو اللي أحلامه تنطلق أساسا من قناعته اللي الفن هو الجسر اللي نجم من خلاله العبور لضفاف أخرى
واللي الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي ما تحتاجش لترجمة وقادرة على إيصال رسالة لكل الشعوب. Nama 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 niawi. Ama nama 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 ama ama nama ama nama niawi. كانت على الباب عايز جوال عايز جوال عايز جوال الغربة ما كانت على الباب ركبت مشيت والغربة راني منوي ركبت مشيت والغربة راني منوي تعبت وتكويت قعدي في الغربة موحد تعبت وتكويت قعدي في الغربة موحد لا 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 عايز جوال يمي ما عايز جوال عايز جوال الغربة ما كانت علبة عايز جوال يمي ما عايز جوال عايز جوال الغربة ما كانت علبة ببلادي فرح جوال وفي غرامك سارة ببلادي فرح جوال وفي غرامك سارة بالسيف الجارح قتلوني وقطعوا لمال بالسيف الجارح قطعوا لمال الغربة ما كانت على الباب ما مر الغربة يا ناس وما صعبها الفرقة ما مر الغربة يا ناس وما صعبها الفرقة توحشت التربة تونس ما يساويها ما توحشت التربة تونس ما يساويها ما أمان 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 Thank you.
الجوال عايش جوال الغربة ما كانت عالباب عايش جوال عايش جوال عايش جوال الغربة ما كانت عالباب اخترت طريقي نحلف باللي كان رفيقي انا اخترت طريقي نحلف باللي كان رفيقي وما يدفع ريقي غير رجولي مترحام وما يدفع ريقي غير رجوعي مترحام يعطيك الصحة أحمد مرحبا بيك يعيش وينك هالغيبة الكل عندك الميكرو ذاك خليه للغيب متغيب بارز متغيب بارز قاعد نخدم قاعد تخدم أي نبرف برشا ألحان وبرشا خدمة برشا شيخة وكان فما بلاد فيها ألحان وموزيكا جديدة ومحبة يا راي تونس هذا اللي نقول فيه هنا عندي من عام 94 خاصة هذا الميساج معناتها كلمتين وكلمة تونس بلاد شبابها افريقيا الكل على اسم تونس مبروك المقهى الثقافي يعيش يخليك هذايا اخر حاجات حكيت عليك على المقهى الثقافي يمكن شوية زايدة الألحان اللي قاعد تخدم عليهم اما الناس الكل تستناك في عروض ان شاء الله مبرمجة في الصيف ولا غيره باش نحكيو على خدمتك اللي تحضر فيها وان شاء الله تكون حاضر سنة احمد ان شاء الله اللي جاي خير نقول حبيب جغام اكيد عندنا نفس النمره نتاع التليفون باب المقلوب بالصدفه ساعه سايت البوليان ما ساعتين يقول لي سي حبيب نقول لي سي حبيب بالحق ثلاثه نوامر مقلوبين لا فما محبه حبيب كبير انا نتعلم من عنده نتعلم عليه خاطر خوه الله يرحمه مدرسة كبيرة كما نجيب الخطاب كما الناس اللي أمنوا أنه فما بلادي زي ما أعلام ملتزم وثقافة إتسيتيرا دونك في حبيب نشوف هو يمكن في فترة كان هكا يلقار دي ديستانس مني أنا لكن أنا نحبه معناتها في المباشر نقول لك راني نحترمك برشا 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 هو مازال توا يلقار دي ديستانس علاش علاش تقعد لا ديستانس أولا نحييك خاصة على إصرارك في الغناء يعني الإنسان لما يصر على حاجة دليل أنه يحبها يحب يحقق فيها نجاحات ربما ما الكهرباء لم يمر بيني وبينك في الفترات الأولى ماس أي لا بكل عتريسيتي لأنه صارت شوية مشاكل تتذكر تتذكر قبل صارت شوية مشاكل لأنه لما إحنا الصحفيين أو المنشطين أو نقولوا رأي ساعات يتغشوا الناس الفنانين يتغشوا الممثلين يتغشوا ولكن كيف نشكروهم تعجبهم يا فرحة وقت اللي يبدأ رأي صائب وفي بلاستو علاش ليه معناه اي بالطبيعة بالطبيعة أما يزم الفنان يقبل من هنا ومن هنا بيه أنا نحب نقول اللي أول فنان يجي بنا بوكي دو فلوغ الهدرة أخرى هو أحمد المجري تحية كبيرة لأحمد يعطيك الصحة بالحق فاجأتنا
وراو مرحبا بيك في كل حاجه. اقل حاجه نوها واحد يدي الورد يعيشك. ترسينا نبدلوا الاسئله جماعه من اللي شافوا الورد توا معناتها باش يخموا شو باش نعملوا كيفاش نعملوا توا. يقولوا الاسبوع يتقال يتقال ما يسالش. نحن اخواتهم. باهي باهي. الورد لا يفسد للود للورد قضيه. هكا اي كما يقولوا اللي ورده ترضيه لا خير فيه. الورد جميل. حبيب عندك قنوات مش موجودة جملة في دارك، يعني قنوات تلفزية ما تفرجش فيها؟ لا هي موجودة. أنت مش حطتهم جملة. أي يعني فما اللي فسخهم منحيين. أي ولكن علاش؟ ولدي يرجعهم. أنت تنحي ولدك؟ خاصة يرجع. عنده تجربة وخبرة في الترجيع بربيش. أي والرقميات وكذا، فيحب يتفرج في كل شيء بطبيعة، لأنه يعني العام الجاي بكالوريا وشباب يحس انه يريد حبي يراجع يراجع يطلع على كل شيء يواكب يواكب. ولكن لانه فما برشا حوايج الحقيقه تنرفز في المشهد بصفه عامه، المشهد مشهدنا الثقافي والسمعي والبصري. فالواحد يلزمه يعمل شويه ركول باش ما يكسرش مخه. واش معناها اني حتى كمقدم برامج في الاذاعه التونسيه نعمل في حاجه تعجب الناس الكل؟ لا هي. يعني فما ناس ايضا يسكروا الراديو لما يسمعوني انا، لانهم ما تعجبهمش اختياراتي الغنائيه او ربما المواضيع. البارحة تويا برك في الاذاعه نحكي على الكتب، على كتاب نتاع فلان ولا يقول، فما مستمع يقول لك خويا فاش يحكي هذا، فانا قرن عايش في المريخ. عطيت انترديه موان 18 ans. لا 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 نرجعوا. لانه فما ساعات فما صغار حاتم يفاجئوك انهم يتبعوا حوايج ما كنتش تتصور انهم يتبعوها. يعني فما من هذا الشباب فما شكون خارج على الموجه السائده موجود. باهي حبيبي. يعني انت تتفاجئ لما ولد عمره 18 ans يسمع محمد عبد الوهاب او ام كلثوم. بالحق لا موجود. حاجه باهي برشا يقدروا يسمعوا. يعني لا اما نادر جدا. باهي باش نزيدوا نحكيوا على المشهد الاعلامي. زاد نحب نشوف احمد تتفرج في كل شيء، تفرج في القنوات ولا لا؟ ما تشوفش؟ لا ما عادش تفرج، تطيح قدر ما جورو قال فلوي. ما ترجعش حتى في الانترنت تشوف حاجات؟ لا ساعة تبعثوا حاجات نقعد بها، ما تقولش عليه ماليش في تونس. معناتها ببلادنا ذي اش قاعدين نعملوا؟ معناتها قبل كانوا يعملوا المحمصه من بعد يزلقوها بالكسكسي والجو، فهمت؟ فما دي شوز فو با توشي. التلفزه انا نتعب ونشقى ومن بعد نروح نتفرج في التلفزه، كي نلقى التلفزه حاجه ماهيش هي معناتها انا مانيش هو. ايوا كي استدعاوك تمشي لهم. شأن عام شأن عام. كي استدعاوك تمشي لهم. انا توا عندي مده ما زرتش في التلفز دونك جو موقف ميرسي بوكو على هذايا خاطر الباساج، خاطر عندكم جمعه تخدموا فيه كلمتوني عن مده هذايا الاحتراف معناتها فهمت. ومش تمشي انا فما ايميسيون في تلفزه استدعاوني هزيت عملت دور نتاع حجامه وهزيت جيتارتي ونرشني، ومن بعد مشيت عملوا لي المكياج قعدت نستنى، قالوا لي توا الجمعه الجايه التوا التوا ما رجعوا كلموك. رصات لي عامل عمليه معناتها توا اخي الفنان هو سونسيبل الكلمه ما تخليش ما يرقدش هو يعرف وحاتم يعرف. بوركوا اون في سا للارتيست التونسي معناتها شكون صارت الفنانين الاخرين؟ لا لا شكون اللي مخلصك؟ شكون بوركوا يا اخي توا كي تقتلني انا مثلا ما يسالش ما كنا باش نمشيو شنو ربحك انت؟ باهي عندنا فقره اسمها فوتوشوفت. والحقيقة خالد العبيد يخدم حاجة مزيانة ياسر الجمعة هذيا رجوع بقوة. جمعتين يخدم فيها حتى جمعتين يخدم فيها، جمعة مريض وجمعة يخدم فيها. يوم مريض ويحضر فيها خالد عاد هكا أنا نعرفه خدام نبر راسك. إي دبر راسك. عجبتنا نعودوا نعديو مرة في جمعتين. مرة في جمعتين. نمشيو الفوتوشوفت. مرحبا بكم في فوتوشوفت الجمعة هذه اللي باش يكون تحت شعار رؤية وقدرة على تطبيق الرؤية، اون فيزيون كاباسيتي دو فيزي لورجو، هذيك السياسة راهو. وبالطبيعة الكل في إطار الديمقراطية اللي نحبوها الكل. بينك وبين نفسك كده والنبي، بينك وبين نفسك، واحنا بنحب الديمقراطية. ما نعرفش، أساسي عبد الباقي. لا علاش علاش أنت تحب تفرض عليا باش نقبل نظام أو أسلوب حكم هزجني في هاوية؟ أنا عايز أسأل سؤال، أنت ليه متمسك بالديمقراطية؟ قول لي أنت. لا طبيعي وهي غير طبيعي ليه؟ لا هي أسلوب الحضاري لإدارة المجتمعات. أيوة ليه يعني؟ إيه تو من الآخر، تحب الديمقراطية ولا ما تحبش الديمقراطية؟ حاب نوضح مليح اللي قلته. قلت نحن في حاجة إلى قراءة جديدة للديمقراطية. إحنا ما بنحبش الديمقراطية. عليه ساعة ديمقراطية باهية وما فيهاش سنسرة. من خلال تجربتي أبداً ولا تعرضت في يوم من الأيام
إلى سنصرة إلا فيما يعتبر معناتها ريتوها. ليه ليه مانيش نحكي على ميجاري ويلعب التليفون، نحكي على أمين جارة قديش مصدق عليه. احنا عنا ميكرو وسط استوديو وهاي الفيرسيون متاع صوت أمين جارة. أبدا ولا تعرضت في يوم من الأيام إلى سنصرة. أمين يا أما يضحك على خاطر مصدق عليه، يا أما يضحك على خاطره ولا يخدم مع جنون. ريد ما تغفوش 13 على 7. شيء كبير يا سيدك، وصلنا لنيفو عالي برشا احنا. من ديو احنا حنمشي في السكه الوسخه دي. ايفيكتيفمون مشينا في السكه الوسخه دي. هو بعثك للمسلسل عندي كيفاش احكي لك كيفاش قال له انا سيء معنى القران والامور هذه ما عادش نحسها تمشي معاي، نجيبوا لي حد قوي يجبدني جبداني يخرجني باي طريقه ما نعرفش. قال لي نعرفك انت ما تنجمش تمشي لبلايص بعيده، برا لك البرامج نتاع التلفزه، برا لعبد الرزاق، برا امشي لهم تو هما يدبروا لك حل ويجيبوا لك كيما هكا. هو بازر زوج عنده علاقه بجنون سينو ما يعملش حاجه هكا. هذه ما هيش بنتك ابارامون على قريب باش يولي عنا برامج من نوع الى كل محب الفلانوسه والدجل والسعوازه والكلام الفاضي ده، يعني انتظرونا اول السهر اللي هيهر البرنامج الجديد نوسا شو. الخدام الزابينغ هذايا كلموا هكا باش ما يعقلونيش احنا باش ما يعقلونيش اول مره اليوم مستعدين للحصه كيا متنكره انا هكا ما تعقلوش مرزوق متنكرين هكا عليه باش ما يعقلونيش. تعليقك يا حبيب؟ تعليقي والله تو البرامج المنوعات هذه الموسيقيه والترفيهيه حاجه باهيه تعطي فسحه للمتفرج باش يتفرهد ويضحك ويفرح في عائلته، ولكن لما تنحدر المستويات إلى الكذب. هاني شفتوا الكذب؟ يعني فما كذب في التنشيط وكذب في فقرة ما نعرفش يمثلوا فاش يعملوا، معناها علاش هكا المستوى هذاك المنحط الدني يوصلوا به باش يحققوا مستوى معين من المشاهدة والاستماع. مش مطلوب هذا يعتقد، يعني التلفزة والإذاعة هي مش مؤسسة تجارية. إذا مؤسسة تجارية وربما بعض الخواص خاصة يمشي ويعملوا يبيعوا الطماطم وإلا يبيعوا الموز، هما يخدموا على الأوديمات هذا اعتقادي. خلي الثقافة والفن والأدب والمسرح خليه يقدم بطريقة فيها قيم على الأقل. يا حبيب شنو هو محرار الذوق؟ محرار الذوق أنه تسمع حاجة تريحك أولا، تعطيك وتخليك تحس الواقع متاعك كما يجب. مش معناها أنه الموسيقى أو الغناية أو المسرحية اللي تحقق نسبة جماهيرية كبيرة هي ناجحة. هاو نشوفه في مسرحيات يتقدموا توا وتحقق، معناها تتقدم بشبابيك مغلقة كما يقولوا، ولكن مسرحية فارغة تافهة. الكلام الزايد هو مقياس باش المسرحية تنجح؟ الكلام الزايد هو المنشط اللي يحقق على انا مسرحيات نجاح برشا مسرحيات شفتهم انت مسرحيات شفتهم الكل. انا اكثر واحد يتفرج في المسرحيات ساعه، يعني من اللي عمري 14 سنه نتفرج في المسرح. نحكي على تو على جديد طبعا. فهمت؟ شفت اغلب المسرحيات اغلبها، معناها فما برشا مسرحيات تقصد مسرحيات لوان منشو لوان منشو مسرحيات لوان منشو هذاك هو نحكي على هذاك غير النوعيه هذه، يعني نوعيه رديئه جدا بالرغم اللي فما ممثلين يعني اللي قدموا هذه النوعية عندهم طاقة موهوبين، ولكن علاش يمشيوا إلى الأسوأ في نوع المسرح؟ بالكش حكاية الذوق سي الحبيب. مالش ليه؟ بالكش حكاية الذوق. ذوق في شكون؟ يعني بالكش الحكاية ذيك أنا ما أدريش على ذوقك أنت، أما هي
فما عباد يحبوا ربي يعني الرياح يجي على ذوقك ولا بيان سور ايه هاو يجي على ذوقك اما يجي على ذوقك محمد عبد الوهاب يجي على ذوقك ولا يجي على ذوقك عبد الحليم حافظ يجي على ذوقك بوب مارلي يجي على ذوقك الدلاجي ما يجيش على ذوقي يا رسول الله بالسيف مثلا او اعطيتك مثال هذاك صنع محلي هذا فهمت احمد برشا انواع من المزود معناها موسيقى هي ما فما اللي يحبوا واش معناها لا هذاك تحب حاجه اما انا انا ضد منطق الاقصاء لا مش اقصاء لا لا الكلام هذا فيه برشا اقصاء لا 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 مش اقصاء لا لا جميله يا والله صدقني لا لا افهم بخاف انك تمشي تفرج فيهم المسرحيات كلها يعني ما تبطش من المسرحيه الاولى لا لا ديما نحب نتفرج عندك امل باش نقول لعل ربي يهديه ويقدم الحاجه الباهيه خاطر ديما يقدم الجمهور يحب الدلاجي فما جمهور يحب كافو هذاك يحب على روحه عنده جمهور دلاجي معناتها عنده جمهور يا رسول الله هذاك غناه هذيك موسيقى اي هو عنده جمهور معناها وصلت الى هذا المستوى المنحط من من الموسيقى لكن سامحني الشعب التونسي مش الكل دكاتره ومهندسين وكذا انا دكتوره فما الخضار وفما الجزار وفما المعينه المنزليه اللي الدليجي بالنسبه لي هو عبر على رؤيته هو يعني ذوقه على ذوقي انا ذوقه هو انا باهي خلينا نشوف احمد شويه انت فايق الحاجات اللي كنا نراو فيهم في الزابينك في بالك بيهم ولا ريتهم توا معانا شوف شويه انا فرونسيز معناتها جو فرانسيس نتاع الضحك فهم كيما كنا نضحكوا تو في الكوليس فهمت اما تو مثلا نتفكر في البكالوريا كل عام عطانا سوجي الذوق معناتها حاجه مكتسبه ولا لا ولا لا فهمت معناتها نورمالمون يعني. اي نورمالمون فما ذوق عام انا نتفكر انه بورقيبه الله يرحمه المزود ما تعادش في التلفزه كانت البلاد راكحه كي تعدى المزود في التلفزه فوف جاتنا غوله مانيش ضد المزود خاطر المزود راهو اله كيما الغصبه وكيما الزكره شكون قال لك اللي البلاد راكحه؟ شكون قال لك اللي وقت لا عاد مش كون قال ما فهمتش العلاقه بالحق ما فهمتش العلاقه بالحق في فتره لا البلاد قامت تشطح لا لا خلينا نكمل الريزومون تاعي معناتها المزود شو يعمل؟ تقعد 60 سنه تنفخ عليك الشكوى ما يشطح حد انت تعمل العباد تقوم تشطح دونك فير دونسي ان بوبل في البرازيل يشطحوا عندهم السامبا اللي هو ريتم ما شوف الكره نتاعها فهمت الريتم ستركتور تحل لك افاق اخرين نحن قاعد على المزود نكمل عاد غير الغنايات يعني قول فيه المزود يا اخي المزود سامحني تو بعد شويه اخر باش نغني اغنيه مالوف انا مالوف ماخذها واحد مصراوي اختي جميله ومغناها في استوديو والعباد باهتين يا ناس جرت لي غرايب اللي هي نتاعنا تفكرنا في تونس بالتسويق او التاكسي بيبي دونك نتاعنا نحن العالم قاعد يستغل فينا هذا المزود نتاعنا لا ما نقولش يا اخي المزود هو ضد منطق انك تشطح المزود بالسرقه لا نبدا هكا زعما يا اخي المزود هو عامل لا 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 نشطح عليه في عرس اما ما يتعدلش في التلفزه وفي الاذاعات هو المزود علاش ما يتعدلش لا لا علاش مش غادي تهزي تلفزه انت ضد المزود في التلفزه زاد هو مع صاحبي يلزم ننقلوه للتلفزه ملا ولا مش كيف كيف لا مش كيف كيف هذيك هي الهدرة مش معقول سي الحبيب انت شديت تو عرفت حطيت الابره في الخيط لا لا مش كيف كيف ولا الخيط في الابره كيف كيف دونك سامحني الشارع ماهوش التلفزه والتلفزه ماهيش الشارع والسواري بريفي ماهيش عرس في حتى اللغه المستعمله في البرامج يقول لك هذا التوانسه هكا نستعاروا منه المزود لا 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 نستعاروا منه يا اخي مزود موجود كان في تونس موجود في الاردن المزود تحب المزود انا بالنسبه لي مش لا هو تراث المزود سي الحبيب انت على آلة المزود ولا الشكل بيدو نتاع الاغنيه اللي في كل شيء المزود بما فيه لاني ما تربيتش على المزود المزود ومشتقاته المزود انا ما تربيتش عليه عندك مشكله مع المعزه ما كانش يدور في دار مثلا في دارنا ما يدورش يمكن حتى انت ما استنستش انت ما كنتش في الاعراس ما خليتونيش ديمقراطي سي الحبيب ما خليتونيش نكلم فكرتي كمل فكرتك المزود هو كورنميوز في فيلم الرساله السيكونس اللي عملوها مش بالمزود ما تنجم يكون مش توا المزود موش تونسي علاش نحن جدينا المزود وحملناه ما فقش بيها بوب مارلي وكات ستيفانس فقنا بيه نحن فما في اسكتلندا لا خلينا نكمل عاد فما قلت لكم اسكتلندا جاي معناتها فهمت سامحني اما الشعب ياسر يشطح خاطر الشعب يحب يشطح اسال اله بالشطح ودير ديري 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 بيب بيب اي به شعب يشطح لا حاجه خايبه اي يشطح وقت اللي سامحني وقت اللي الفكر يبدا راوي بالافكار والاشياء فهمت الرقي نبداو بالبدن خليه يشطح حلاوه البدن به خلينا نقدموا شويه الفقره الجايه لحبيب وليك انت اسئله جاوبوا عليهم كان بون كان ما حد ما يحبش يجاوب راه ينجم ما يجاوبش ماذا بينا يجاوب اما ما يطولش في الاجابه كهو مشيو الوحده وحده رتبه اللي كانت فينا في الهرب
سي الحبيب اهلا وسهلا. سؤال الاولاد مثالش واحده واحده معك ساعه نعملوها بلا مجامله. تفضل. واضح. السؤال الثاني. بلا مجامله وعندك زاده برنامج حوار تنقصه المجامله هكا ولا لا؟ انت الاعلامي الوحيد في الوطن العربي اللي خدمت على المجامله. اولا بلا مجامله مش برنامج. برنامج وليد زراع القناه حنا بعد. اي انا قدمت حوار تنقصه المجامله. تهو اي شنو نحكي معناها مجامله البرنامج نو؟ اي يعني ما مش حتى الاختيارات اللي فيه مش بالضروره اختياراتك انت شخصيا. اي شبيك على المجامله معناها؟ حد شيء. السؤال اللي بعده، تعتبر روحك اعلامي ناجح ولا خو صالح شغام الله يرحمه؟ خو صالح شغام. ماكش اعلامي ناجح تعتبر؟ لا لا ما عشتش في جلباب صالح شوي. وين عشت؟ الاول. انا حتى لتوا نحس روحي في جلباب صالح، لانه خويا الله يرحمه معناها هو اللي حببني في الاذاعه، وهو اللي حببني في المسرح، وهو اللي حببني في الكتب، وهو اللي حببني في الموسيقى الباهيه. وهو اللي لفايات لما ندور بحذا الاذاعه نحسه في كل بلاصه، في استديوهات نحسه في كل ميكرو يتكلم. بالنسبه لي انا صالح مازال عايش فيا. في التوانسة أيوة. شكون أكثر منشط يفشلك؟ يفشلني؟ إيه. وشكون أكثر مفشل ينشطك؟ هذا أسهل، شكون أكثر مفشل ينشطك؟ والله العظيم لا صعيبة. إي صعيبة برشا، سؤال قوي برشا. مثال جاوبنا بدون مجاملة. قوي برشا السؤال. والله يا جميلة والله. صعيبة تخاف تخسر أصدقائك وزملائك وزميلاتك؟ لا مش قضية نخسر، لأنه ما أنت تكلمت من قبيلة بصفة عامة، أما توا شفت مع ذكر الأسماء. لا لا لا، لأنه ما عندي ما نربح. أي ما كنت معروف بلا مجاملة، دونك أعطينا أسئلة. ما عندك ما تخسر زاد. أي لا ما فما مسألة أخلاقية زاد. ما يقبلوش، يعني كيف تعطي رأي تخاف. تخاف سي الحبيب؟ تخاف من زملائك معناها مشاعرهم وحسيسهم؟ اي نخاف على مشاعرهم. تعتبرهم زملائك كمان؟ بالطبيعه. اللي فشلوا ولا اللي نشطوا؟ الزوج. الزوج. فما اللي فشلوا فما اللي نشطوا. نقعد في موضوع الخوف، سمعت من مصدر صحفي من غير ما اقول لك عليه شكون، اللي مرتك رحمه ياسر مغيار. وهي فما امراه ما تغيرش. انا حاب نعرف مرتك تغير من شكون معناها من منشطات؟ هذا السؤال اللي ينقصه المجامل. ربما تغير من بعض الممثلات. كهرب ما عادش منشطات. اي وعند علاش ولا؟ فماش حاجه ما عندهاش علاش. وعندك مفتاح باش تروح؟ لا يا هادي فماش حاجه ما عندهاش. صحيح اللي عاتبها. فما حكايه هكا مع ممثله ولا حاجه؟ بالطبيعه. وعندك مفتاح الدار من بعد ولا باش تصير مروح للدار؟ والله عندي كان مفتاح الكهرباء توا. ماني خاطر تنجم تبدل برا اللي ورا. ايوه عاد شبيك. الكنابي باهي. ماذا بيك معناها؟ وين المشكل؟ اما الحمد لله ما نبدش برا. اي باهي. عندي الاحضان الدافئه. الحمد لله باهي. سمي لي ثلاثه غنايات هشك بشك ما تسمعهمش. هذيك شو اسمها مثلا اخر ما تغنى من اخر ما تغنى تلعب يلا نورني شو اسمها نورني نورني لا لا نورتني في صباعك لا 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 ليه عاد ليه عاد هكا لا غنيت شكري باهية هذيك دورتني في لا 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 نورتني واحدة أخرى تونسية إي تي تعديت في التلفز نورتني نوريك هذيك نوري عري ولا نوري ولا نورتني نوري 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 باهي رد اغنيه تكون تا ورده يا عم الروائع اي نورني ننورك اي اي ورايا ليه جاوا بعدها اخرين زوز اخرين ماعرفش الاخر هذيك زوز اخرين والله ما حفظتش عاش حتى اغنيه بلطي اللي حقت ولدي كل يوم يقول لي اليوم وصلت 200 مليون ما قدش وصلت توا والله ما نعرف اغنيه لا تعرف مش انت بالنوع اللي يعرفه البلد واحد يعرفه صح ليه نتبع فيه انا قديش من فيو عامل ما نعرفش ليش حلوه الاغنيه شكون معك اللي 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 لا ما احكي معناها الاغنيه ما كانوش غنك الوليد الصغيرة ولا معاه برشا يشطروك انا معك سي الحبيب سمعت بغنيه العب يلا نحكي في تونس العب يلا
نعرف العب على الرملي ولا تتعب تاع جعفر ماجد. باهي نقعدوا في ماجد هذا. تحية لفرقة ماجد، أغنية ماجد الرومي. أخرج من معطى في الجريدة، وأنا نعرف اللي جاوك جرايد. تحب نعرف الكليب هذيك الجريدة هذيك كوتيديان ولا هبدومادير؟ هبدومادير. متأكد؟ عنده ريبونس في صافي. إي حاضر حاضر. لا مش مسألة حاضر، لأنه المسرح ربما يعلمك ال جميلة. احنا نسألوا ناس يعني جميلة وقتاش جديد ملي ملي في الليسي انا وانا حتى انا كيف جميلة ما تخليش يأثر عليك لا هو حد الممثلين اللي عمل لي هكا ودار لي عرف الممثلات قال لك اجا نقول لك بيناتنا كي تجوع في الدار وحدك تعمل شطر باكيت بنص طابع جبن ولا بطابع ثقافي؟ اذا نجوع نقعد جيعان ما ذاكرش طابع ثقافي لا ما نحبش التطيب بالكل ما نحبش ندخل الكوجينة خاطر ما تحبش نقلي عظمة أنا ما تعرفش ولا ما تحبش؟ لا عظمة سهلة أما ما نحبش دلتك مالا أكثر من اللي تتصور فوالا توا سألك فيها قاعدة سألك فيها على قبيلة سؤال تاسع في بالك في بالي اللي أنت ما عندكش فيسبوك في بالك سي الحبيب اللي أنت لا عندي فيسبوك أبون؟ تاع ولدي باسمك أنت ما عندوش لا لا أنا ما عنديش وإن كان فما شكون ينتحل في الصيف حتى من الأشياء الغريبة مرة عرضني صديق بعد ما شفتوش يمكن ستة أشهر قال لي عجبتني النكتة يا حبيب قال لي والله قال لي النكتة اللي قلتها قلت له فين قلتها في الإذاعة قال لي ليه في الفيسبوك قلت له وأنا فيسبوك قال لي فيسبوك بتاعك قلت له شكون قالك عندي فيسبوك قال لي هاولي تصويرتك بالكاسك قلت شكون قالك هو كونت متاع ولدك هو ليه 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 جملة كونت منتحل أوكي أما ولدي عنده فيسبوك الشيء الموجود على الساحه يخبرني به يعني هو يقول لك انت ما تدخلش تشوف مساجاته مساجاته ما تدخلش تشوف مساجاته لا لا ما ندخلش لا ندخل ولا نخرج رد بالك بي السؤال العاشر الاخراني هو سؤال مش لا زيد عادة. مش حلو برشا ما يلزمني نساله توا كي خرجت اسمع السؤال باش يكون حلو لانك انت حلوه جبر يا مدام شغام دورتين في الباب اعمل بدي السؤال ورحمة بابا اللي سألته عنك هذه لا لا جماعة من عندي هنا لا لا عندك عندك لا لا حلفت اسأل حاتم لو ماك خرجت روتاريت ناوي تتخصص في كاندي كراش الحوت الأزرق ولا أكل شو؟ العادة بالسوليتير ولك العادة بالسوليتير فينك تتكلم بالياباني بالياباني مكتوب معناه توكي خرجت الروتريت شنو اللعبة اللي باش تلعبها لا مازلت ما خرجتش مازلت بالطبيعة وقتاش باش تلعبها معناها إداريا البارحة الأولى في الإذاعة إداريا إي هذاك حاجة أخرى هي أمسط حاجة أنك تكون موجود منشط ولا مقدم برامج ولا مبدع فيه وتدخل لدار ما فيهاش روتريت المهنة اي اما آه اما انك تدخل لدار الصحافة ولا والفن يا جميلة لانه الادارة تعطيك فرصة الارتقاء وباش شهريتك تعلى هذا طبيعي مشروع لكل واحد يخدم في الادارة وفي الوظيفة ولكن معناها وجودي ذاتي موجودة في الميكرو مش في البيروات باش تلعب سوليتير سوليتير تعرفك عندي كراش والحوت الازرق سمعت بيه لعبت الحوت الازرق هاي ليه ما يلعبهمش اذا ليه الحوت الازرق شو حتى حد ما يلعبها في معش خالد حد على الحوت الازرق لا ابيض لا احمر لا حوت الازرق لا تريليا هذيك الساعه وفات الشطر واحده واحده معك واحده وفات معك يعطيك الصحه حبيب عجبوك لاسال حبيب بالطبيعه علاش لا ما قلقوكش باشا لا لا ولا انت نتخلق ما فيها مجامله نظهر اي كله مجامله اي هو عرف ايش يعمل اعطيني سؤال في له مجامله ولا بالحق عمره في سؤال هكا مجامله نقبل اي سؤال هكا عطايره ولا نقبل ولا وين المشكل تحسش روحك اللي انا حر في اني نجاوب ولا ما نجاوبش تحسش روحك اللي معناها عندك نوع من التزمت لا مش تزمت معناها ما قعدتش اجور برشا قعدت في عايش في موندو والدنيا قاعدة تمشي ويمكن مولدو بتاعك قاعد جامد لا أنا نخرج ونمشي في الشوارع وأتردد على الأسوار واختيارات ونقعد في القهاوي ونقابل الناس من كل الأنواع والأشكال والأصناف كل الأجيال ولا لا؟ أي بالطبيعة من كل الأجيال شو من قبل كان الصغار برشا اللي في الروضة ولا اللي كبار برشا اللي
تجاوزوا 80 قبل ناس كل وبرشا صحابي من مختلف الاعمار. خاطر نعرفك اعلامي مثلا اعلامي توا فيسبوك حاجه ضروريه تضربي كل اما تعرف تحسن استعمالها. الجمعه هذه فما برشا بعد يقول لنا على حكايه فيسبوك شباب وعندهم فيسبوك بربي شنو الاضافه اللي عملوها مثلا انت الجمعه هذه فلت حاجه مهمه في الفيسبوك فما قطوسه تصلي ليه وليت وسيله جديده تنجم توصل بها رايك كي تعمل ستاتيو ذكي كل شيء موجود على الفيسبوك نكون نط على اطلاع به مانيش عايش في الغابه وحدي انا ولا في برج عاجي قلت لك اقل شيء ولدي رامي حييه بالمناسبه يتفرج تحيا رامي تحيا رامي يعلمني بكل شيء يوريك الدنيا به خلينا نكملوا البقيه مع احمد وانت قال لي حاب يقول حاجه للسي الحبيب على الفيسبوك يكتبها يكتب يكتبها رامي رامي جغام صحيت تعد بس دحمة طو مرحبا أهلا بيك أبدأ أنت جميلة علاش عايتوا لك عيديد خاطر في الديبار متاع الكارير متاعي 94 مع سي الفاضل الجزيري وقت القيمة قائمة والصومال وأمريكا لوجوا عليه وأنا النهار هذاك جيت بتوني ميليتير وفاضل قال لي يقف تحت اللومير دوش اللي انتي تعرفها وحاتم سيتر يغزل لي يضحك 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 قال لي عيديد مشيت في عيدي ايش معناها وانا ماني الحليب اللي رضعته كيكه معناتها مانيش كاسح برشا ناس يقولوا حليب عيديد باو من رئيس اللي هرب اي صومال وقتها اوكي طبعا فهمت دونك مربوطه بحكايه معناتها الكارك ما واحد كي كان صغير واضح فهمت واضح سؤالي بعده خاطر ليه باقتضاب قول خليت مقهى ثقافي بحذا مدينه الثقافه سبحان الله شكون تحب تقول بون كونتينياسيون والله الفنانين هاو يعرف حبيب وانتم ما عندناش وين تلموا اخويا تلموا في فرح في اتسيتيرا في انا حبيتها ساعه البروجي مش متاعي هو متاع البنوته متاعي مروه خاطر انا عندي زوج بنات تويما دونك واحده تخدم في سلك الديوان نحييها وادم زاد كيف كيف ونحيي المدام تاعي من الاجابه الاجابه انك اصبر انت ياسر ما نصبرش واحده معناها نزربوا فيها بشويه الاسم واحده معناها بالعكس انا ماني مريض ان شاء الله واضح فيني مريض بالثقافه واضح مريض بالثقافه معناتها كل حاجه عندها هكا سبي كولتوريل ومعناتها دونك جينا في كوا مقابل الشارع الباب الكبير نتاع وحلينا بتي بروجي دونك تبدا قريب من نهار يجيو الصحفيين نهار الشعراء انا جبت الجيتاره ثلاث اربع مرات مالا فما سني كارتاج اش تنفيت انت فما سني كارتاج يا اخي كارتاج مغني فيه ست مرات انا شنو جديد اي ما مش واحد لا معناتها شنو الغريب تغني فيه بخمس مرات اجي نقول لك هذه كي تبدا مبرف راك جاوبني على اسئلتي قد السؤال يا احمد لا تفرض عليك باش تجاوب خلينا نكمل نفرض عليك تجاوب على سؤالي يا اخي سامحني كي تبدا تجاوب على حاجه في مخك يا ولدي يرحم والديك في مركز نحن خلينا نحكي اسمعني هو سي الحبيب يقول لك شاكر بالشير اسمعني فما فنانه اسمها تريسي شابمان تغني في امريكا قدام اي قدام 120 الف مراه بجيتار سيش اي والناس يغنيوا معاها نحن بديت في المترو اي سي با لا البروبليم معناتها قياس الخير اي الروح نتاع الفنان كي يبدا يبرف كي يبدا الشيخ معناتها كارتاج انا غنيت فيه غنيت في تبرقه غنيت في السينيغال ليش كون تحب تقول بون كونتينياسيون على السؤال حليت مقهى ثقافي احنا مدينه ثقافه ميرسي بوكو السؤال اللي بعده اللي بعده امشي بي تعتبر روحك دخلت للفن من البوب الكبير بوب مارلي اي باش نحكي نكته مره ريت الجواب باش نحكي نكته مره دخلت للاذاعه وانا في الاذاعه قلت بوب مارلي الله يرحمه ولي في اللوج قال لي انت شبيك تقول بوب مارلي الله يرحمه قلت له انت شكون باش يرحمك خرجت على روحي فهمت يبا هلا اكسيليري هيا